فرض الحجر الصحي مجددا في المغرب. اللجنة العلمية تحسم الأمر. أكد مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح أن خيار اللجوء إلى الحجر الصحي مستبعد حاليا تماما ولا نقاش حوله إلى حدود اليوم. وشدد المصدر نفسه على أن الحجر الصحي له تداعيات عديدة، فيما الوضعية الوبائية متحكم فيها حاليا، لذلك لا حجر صحيا في الأفق القريب. وبعدما أكد على وجوب خضوع المواطنين المغاربة للتلقيح لتحقيق المناعة، أوضح المصدر ذاته أن التراخي سيلزم السلطات الترابية بتجديد الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس. وكانت ولاية جهة الدار البيضاء أسطات أهابت بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، حث العاملين بها على الاشتغال عن بعد كلما توفرت الإمكانات ذلك.